السلام عليكم، اليوم في تدابير أمور إن شاء الله راح ندير لكم يعني تدبيرة كيفاش نقوا النحاس. يعني أنا عندي هنا عندي المهرس هادو تاع بكري، هادو تاع النحاس هادوما تاع يعني تاع جوزتي ربي يرحمها إن شاء الله. وهاد القاع يعني هاد الوصفة هادي تنطبق على أي حاجة مخدومة بالنحاس. واش راح نحتاج؟ راح نحتاج الليمون، القارص، والملح. يعني هاد المادة متواجدة في أي بيت. واش راح ندير؟ نحكم المهرز تاعي، نحكم هذاك القارص، ندير فيه الملح. المهرز ولا سنيوة ولا عندك بقراج ولا وش عندك، ونبدأ نحك. كانوا أيضا بكري يستعملوا الرماد باش يحكوا النحاس تاعهم. إذا كل ما يذوب لنا هذاك الملح راح نزيد، لأنه الملح هو اللي يحك يخرج لنا كل مرة الزيت. ونحكو، شوفوا يعني اللون تاعو بدا يتبدل كيما رانا نشوفو. كانوا بكري ايضا يستعملوا الفحم، لكن التقنية تاع القارص والملح احسن. اذا راح نحكو انا مليح ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو المهرس تاعي، بعد ما حكيته بالقارص والملح غسلته بالماء ونشفته بالشيفونه. شوفوا كيفاش خرج يعني بريي ما شاء الله، يعني رغم انه هذا نحس يعني قديم يعني من زمان، رغم انه خرج يعني. ولا كان عندكم بقراج ولا تاع النحاس راح يخرجكم من احسن يعني. ان شاء الله تعجبكم التدبيره تاع اليوم، ولا عجبكم التدبيره ما عليكم، غديروا جيم لافيديو وتشاركوا في القناه ليصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع تدبيره جديده، والى اللقاء.